السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خد في هذا الفيديو هذا نحاول هنايا نهضروا على واحد الكونتاكتور. هاد لي كونتاكت هادو هما الخوت اللي ماشي بزاف باش كانوا خرجوا هادي وعندهم واحد 4 سنين واش خرجوا. هاد لي كونتاكت هادو هما الخوت كيتستعملوا في لي زانستالاسيون ديال لي باتيمون كيتعدلوا فيهم. نحاول نشرح لكم واحد ثلاثة ديال الانواع ديالنا اللي كاينين هنا. واحد ثلاثة ديال الانواع ديالهم كاين دوبول. هذايا هذا الكونتاكتور اخوت اللي كتشوفوا هنا، هذا دوبول ها هو كما كتشوفوا. انا خليكم السامبول ديالو هنا، ها لي سامبول ديالو. هذا كونتاكتور الخوت، هذا دوبول اللي كتشوفوا. هذا كونتاكتور دوبول شنايدر 25 امبير فيه فازونوتر. هذايا عاود 4 بول الخوت، هذا 4 بول. هذا كونتاكتور اللي كتشوفوا معايا هنا، هذا كونتاكتور الفاز الاولى والثانيه والثالثه والنوتر. وهادي عنده لابوبين ديالو، لابوبين هي هادي اجوج مع ا1. عندنا ا1 والاجوج لابوبين، وعندنا 3 لي بورن هنايا هي 4 بول. وعندنا هذا عاوتا هذا الخوت، نجي نشوفو معايا هنا. كاين هذا الخوت عاو 4 بول، الحجم ديالو صغير شويه. هذا 25 امبير كما كنقراو هنا، هذا 40 امبير، وهذا 25 امبير. ها السامبول ديالو تا هو باش تعرفوا بلي ان هذا كونتاكتور. ها السامبول ديالو 4 بول لابوبين كتجي على الشمال، دو بول لابوبين كتجي على الشمال، وهذا تا هو 4 بول و 40 امبير ولابوبين كتجي على الشمال. هذا 25 امبير الخوت. هاد لي كونتاك هادو فينش كيتستعملوا؟ هاد لي كونتاك الخوت حاليا بزاف ديال الناس كيخدموا بهم. هذا تقدر تعدلو في لانستالاسيون ديال الدار ديالك، ولا تقدر تخدمو لواحد اخر، ولا مهم. هذا غنشرح لكم فين كيتستعمل بالضبط في لانستالاسيون ديالنا الخوت. هذا كما قلنا كنجيبو له 3 فاز ديالو، فاز الاولى والثانيه والثالثه والنوتر. والنوتر ديما كتجي على الشمال، حيت هذا ما كيجيش مكتوبه فيه ان، ما كتجيش مكتوبه فيه ان. وفي واحد الفيديو سبق لي وهضرت لكم قلت لكم الخوت دائما دائما توت لي كومبوزون ديالنا اللي كاينين هنا كما كتشوفوا هنا في لانستالاسيون، توت لي كومبوزون هادو اللي كاينين هنا كتشوفوا في لانستالاسيون، دائما دائما النوتر كتكون على الشمال. واخا ما تكونش الريفيرونس مكتوبه في حال هادي ان هنا، دائما النوتر كتكون على الشمال. هاد المعلومه خذوها وعملوها في راسكم، النوتر كتكون على الشمال واخا ما تكونش في الريفيرونس مكتوبه. اللي ما كتشوفوا هنا النوتر كامله على الشمال، هذا ما كتجيش مكتوبه في الريفيرونس ديال النوتر، كتجي رقم 1 2 3 7، ولكن 1 هي النوتر ديالنا، النوتر الفاز الاولى والثانيه والثالثه. وهاد لي صورتي ديالنا عاود لي ان هنا عندنا 2 و 4 و 6 و 8 مغير، هاد الريفيرونس هادو مغيرين على هادو. اذا كتحسبوها اذا جا 1 مع 2 3 مع 4 5 مع 6 و7 مع 8. هذا يسمى كونتاك، وهذا كونتاك، وهذا كونتاك، وهذا كونتاك، كل واحد اون فاز واحد. ما علينا، دخلت تروا فاز ديالنا، خرجت تروا فاز ديالنا، وكتجيني هنايا. جيو لنا الريبارتيتور هذا ديالنا الخوت. هذا الريبارتيتور سبقنا شرحناه. هاد لي هذا الريبارتيتور هذا الخوت عاود، هذه هي واحد بحال الجودبار. جدبر كنجيب هاد لي هاد الريبارتيتور فيه الباريت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، عاود 4 بول. هاد الريبارتيتور ديالنا 4 بول، فيه الفاز الاولى والثانيه والثالثه والنوتر. كنجيبو النوتر هي الاولى دائما، عاود كتكون عندنا في الريبارتيتور كنسبقو من النوتر هي الاولى، ديما كنبداو من النوتر، كنبداو من النوتر. النوتر كنجيبوه هنا، الفاز كنجيبوه هنا، الفاز الثانية كنجيبو، الثالثة كنجيبو، الثانية كنجيبوها هنا، والثالثة كنجيبوها هنا. دابا شنو صبع لنا؟ داخل لنا تروا فاز والنوتر، خارج لنا تروا فاز والنوتر، وعطاتنا في هاد الجدبر هادي، في هاد الريبارتيتور ديالنا هذا، هاد الريبارتيتور ديالنا هذا، غنجيبو. مثلا عندنا هاد لي فيزيبل هادو، عندنا هاد لي فيزيبل هادو اللي كتشوفو هنا، ديجانكتور هادو هما، كاين بزاف ديال الناس كيقولو لهم كل واحد شنو كيسميهم، هادو هما ديجانكتور الخوت. هادو هما اللي كان فيهم لي سامبول ديال لي ديجونكتور، هادو لي ديجونكتور. هذا الخوت حنا كاين بزاف ديال الناس هذا هو اللي كيقولوا له ديجونكتور، ولكن هذا لانتيريبتور، هذا ديجونكتور، هذا انتيريبتور ديفرونسيال، هذا هو اللي اسمه ديجونكتور الحقيقي، السميه ديالو. ما علينا،
عندنا كونتاكتور هنا كيعطينا ريبارتيتور، ريبارتيتور يبقى يفرق هذا الريبارتيتور هذا، نشبروا منه فاز، حيت الديجنكتور ديالنا هذا اللي كتشوفوا هنا كيخدم فاز ونوت، نجيبو نوتر وفاز نعطيوه هنا هذا، نوتر وفاز كنعطيوه هنا هذا، وكنقسموا عندنا ثلاثة لي فاز هنا، مثلا واحد ثلاثة لي فيزيبل نعطيهم فاز الأولى، واحد ثلاثة آخرين نعطيهم فاز الثالثة، واحد ثلاثة آخرين نعطيهم فاز الأولى. هاد ثلاثة لي فاز كنقسمو هاد لي فاز، والنوتر كتبقى لا ميم نوتر، هي النوتر وحدة كنعطيو فازو نوتر فازو نوتر فازو نوتر، وكنقسموهم على هاد لي فيزيبل ديالنا. اجي معايا هنا، هذا كي كتدخلو تروا فاز هنا ما كتخرجش تروا فاز هنا، خصو تتاكسيت البوبينة ديالنا. إذا الضو ما وصلش هنا، هنا ما وصلش الضو، ما كتشوفو هنا هذا فوقاش كيتاكسيتا باش كيطلق لنا الضو هنا، هذا كنبقاو حنا نتحكمو فيه، وهذا كيكون عندنا فيه واحد التحكم كنقدروا نتحكموا فيه بواحد لانتيريبتور ديالنا، واحد لانتيريبتور ولا واحد بوسوار ديالنا، واحد بوطون بوسوار، وكنزيدو مع واحد تيليريبتور، هاي التيليريبتور كما كتشوفوا هنا، وكنجيو النوتر كتجي ديريس، كنعطيو النوتر ديريكتومون هنا، وكنجيبو فاز ديالنا مثلا في زيب الكوما بحال هذا، ها هو كما كتشوفوا هنا 6 امبير، كنجيبو الفاز ديالنا ديريكتومون، وكندوزو هذاك البوطون بوسوار ديالنا، وكنخرجو من البوطون بوسوار، وكنجيو كنعطيوها في الأ واحد. كيفاش هادشي؟ باش كيكون هذا كيكون عندنا راكب في لانستالاسيون ديالنا مثلا في الدار ديالنا، وكيكون هذا هو اللي كيعطي لنا لانستالاسيون ديالنا، مثلا الضو كيعطي في الضو من السيكسيونر كيعطي لنا هذا، وهذا كيعطي لنا الريبارتيتور، والريبارتيتور كيفرق لنا في لانستالاسيون ديالنا ديال المنزل ديالنا، مثلا فينا البرايس التلفزيون لافادورات الثلاجة، المهم فرقنا في لانستالاسيون ديالنا. حنا خرجنا من الدار كنضربو بوطون بوسوار ديالنا بحال هيدا، كيقطع على لانستالاسيون كاملة اللي كانت شاعلة، كيقطع عليها تكية وحدة غتقطع على لانستالاسيون كاملة ديال الدار. جينا دخلنا للدار حنا كنضربو البوطون بوسوار، الضو اللي كان عندنا شاعل كامل غيشعل، وساعتي كنبقاو هنا كنتحكمو شكون اللي غنطفي وشكون اللي غنشعلو، شكون اللي غنطفي ونشعلو. هاد الأغلبية كتعدى في ليكليراج، هذا في الأغلبية كيتعدى في ليكليراج، وكاين الناس اللي كيدخلو مع شي لي شي بريس، كاين الناس اللي كيدخلو مع مثلا بريس تلفزيون ولا بريس تلاجة ولا بريس لافاتورا ولا بريس كذا وكذا وكذا ولا الويفي ولا شي حاجة، وكاين الناس اللي كيخدموا الكليراج بوحدو. مثلا انت خرجتي عندك الضوء، عندك الدار كبيرة وفيها الضوء شاعل مثلا في البيوتا في الكولوار، فهاديك ماشي هتبقى انت الدور كتطفي ضوء كل واحد بوحدو، كتجي كتكي على بوطونة بحال وحدة كديزيكسيت البوبينات هذا، ملي كديزيكسيت البوبينات هذا كتقطع على هاد الريبارتيتور هذا، كتقطع الضوء على لانستالاسيون كاملة، وكتقطع لك الضو على الانستالاسيون كامله، وكتخرج فحالك، ومني كتجي عاود كتضرب على بوطونه، وتقدر تكون عندك بوطونه ديال البوزوار، تقدر دير واحد ليكتور دو باتش، هي واحد ليكتور دو باتش سباق اللي شرحته لكم، كيكونوا في لي زوتيل، كتدخل مع الباب ديال لوطيل الشومبره ديالك في لوطيل، وكتحشي واحد الباس كيشعل لك الضو، ملي كتزول الباس كيتقطع الضو. هذا تقدر تخدمو مع داك الليكتور دباش، تقدر تخدمو مع انتيريبتور، تقدر تخدمو مع بوطون بوزوار. الخوت هذا هو الفيديو ديالنا، وغيسالي الفيديو ديالنا هنا الخوت. الناس اللي غتبقى تعلق على الكابلاج تقول هذا الشيء هذا مخربق، هذا كيفاش كيجي هاد لي كوفري شنايدر، ما كيجيش عندهم الكيلوط ولا شي حاجه، لانستالاسيون ديالهم كتخدم بهذه الطريقه هذه، وكيكون عندهم لي كاش باش كيتغطاو، لي كاش بحال هادو باش كيغطيو لنا لانستالاسيون ديالنا، كيكونوا لي كاش بحال هادو كما كتشوفوا هنا، كيكونوا لي كاش كيغطيو. هادو هما لي كوفري شنايدر الخوت، هذا هو الفيديو ديالنا باش ما نطولوش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.